مكرونة وبهارات وفلفل وطماط وليمون أسود وثوم وفالهم التوفيق. بس جايبين الدجاجة اليوم. الدجاجة كيف وضعها؟ ثلجة. كل فريق له دجاجة ولا؟ طيب الطريقة يا عيال تقسم سهلة كالتالي. أول شيء تقطعون البصل والطماط تحمسونه حمس حلو. مع الثوم مع الحركات ذي حلو. مع البهارات مع معجون الطماط عرفتوا؟ وتضيفون الموية زين. بعد ما تضيفون الموية تحطون المكرونة وبتصير إن شاء الله. طيب الدجاج عندهم عندنا الدجاج مع البصل. يا بقى أقطع لك بجيب لك الدجاج. أنا أقطع لكم حذبة واحد بحتي. أنا أقطع لكم الله يوفقك. خلي خلي عرفتوا الدجاج هذه لهم اثنين ولا لهم اثنين حلو عرفتوا حلو. الدجاج عاد تبي تحمسونه مع البصل يكون أحسن عشان ينكه مع الطماط وكذا مع البهارات عرفت بسيطة إيه ولا أمور سهلة. ابغى مكرونه 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 ان شاء الله تغديت زايد يا زين تغديت اليوم ان شاء الله الله يستر حلوه كلهم خلاص ساير يلا نقول يبدون والتايم قبل لا يبدون يا عيال حاب اذكركم قبل ابدا التايم اليوم الخميس حلو والله العظيم اني اتكلم انا من حرص والله العظيم يا النقاط انها تفرق خاصه على نهايه الاسبوع ايه يا مو موضوع ابداح انك انت جنت في هذا الاسبوع انك سالم ابراهيم لا لا راح احتماليه كبيره انك تحذر من عند حبيبك كل يوم تجي قدام تزيد الصعوبه والمنافسه فعلا والنقطه تفرق شفناها تفرق تفرق جدا فاليوم راح نقاتل باذن الله على النقاط حي والله ذنبك شو مسعدك حي والله عينك عطنا تايمر يا كنترول على الشاشه نبدا ويلا 3 2 1 ابدوا يا عيال